أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمرنا كله سهلا يا ذا الجلال والإكرام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. سنبدأ بإذن الله ومدده بشرح منظومة معروفة في الفقه المالكي، وهي منظومة العلامة عبد الواحد بن عاشر الفاسي رحمه الله، وسنشرحها اعتماداً على شرح معروف، وهو شرح لتلميذه ميارة، وهذا شرح معروف من قديم الزمان، وكان يدرس في أكبر المساجد والجامعات كجامع الزيتونة وجامع الأزهر وجامع القرويين إلى غير ذلك من مدارس ومراكز العلم. ولكن قبل الحديث وقبل الشرح لا بد من توطئة في المذهب المالكي كي يستند إليه طالب العلم وكي يرتاح إليه الفؤاد. فنقول وبالله الاعتماد أن مذهب الإمام مالك ابن أنس، وهو المذهب المالكي نسبة إلى الإمام المؤسس، وهو الإمام مالك ابن أنس هذا المدني، جده أبو عامر، جده أبو عامر هذا الذي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا، يعني أن جد الإمام مالك صحابي جليل، جده صحابي جليل، وهو اسمه أبو عامر، وهو الذي شهد الغزوات مع نبي الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا غزوة واحدة، وهي إلا غزوة بدر. والإمام مالك رحمه الله أخذ عن كثير من العلماء في زمانه، قال أهل التأريخ حتى قالوا أنه أخذ عن 900 شيخ، وهو يعتبر من تابع التابعين، ودرس عن ربيعة الرأي، ودرس كذلك عن نافع، نافع هذا الفقيه لا نافع القارئ، وكما سمى البخاري هذه السلسلة سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن مالك رحمه الله يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطتين، واسطة أولى وهو أستاذه نافع، وواسطة ثانية وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه سماها البخاري سلسلة الذهب، يعني أعلى الإسناد، أعلى إسناد في الدنيا، وهو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموطأ، موطأ الإمام مالك كتاب عظيم، حتى أن الأمير في ذلك الزمان أتى إلى الإمام مالك وقال له: أريدك أن تكتب كتابا تجمع فيه الناس بعد كتاب الله. فقال له مالك: إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، وأخاف أن تضيع السنن، فلا تجبرني بأمر لا طاقة لي به. فقال له: إن أبيت فاكتب لنا كتابا
تجعل فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبتعد فيه عن تشديدات ابن مسعود، وعن تشديدات ابن عمر، وعن تسهيلات ابن مسعود، وتضع فيه فقه عمر وعائشة. قال: فكتب الموطأ، قال: وسميته موطأً، وقد وطأني عليه كثير من أهل العلم، وسميته موطأً يعني مسهلاً للناس. وقيل أنه وضعه فوق الكعبة عاماً كاملاً، فقال: إن كان لوجه الله سيبقى ولا يصير له شيء، وإن كان لغير وجه الله فستعبث به الرياح وتعبث به الأمطار. قالوا: فأنزل بعد عام كامل فلم يتمزق ولم يصر له شيء، فدل ذلك على أنه خالص لوجه الله. ثم قالوا له: يا مالك، إن الناس لما سمعوا بك قد كتبت الموطأ فقد كتبوا موطئات، أي كتبا أخرى تسمى الموطأ كذلك. فضحك وقال: لن يبقى منها إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. ولله الحمد والنعمة، الآن موجود نسخة واحدة، وهي وإن تعددت النسخ يعني كتاب واحد، وهو خاص بالإمام مالك رحمه الله. ثم أن الإمام مالك درس في المدينة شيوخا ودرس تلاميذ كثر، وأبرزهم هو ابن القاسم، ولذلك عليه الفتوى في المذهب. فإن لم تجد قولا في المذهب للإمام مالك فإن القول ما قاله ابن القاسم. قال أهل العلم: وقد عاصر مالكا أكثر من 20 سنة، وقد عاصر مالكا أكثر من 20 سنة. ومع العلم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان من تلاميذ مالك، كان من تلاميذ مالك. الإمام الشافعي كذلك كان من تلاميذ مالك، أتت به أمه وهو صغير في السن، عمره 5 أو 6 سنوات، أتت به من مكة إلى المدينة، فحضر مجلس الإمام مالك، وكان عليه على الإمام مالك كان عليه الهيبة والوقار، وكان كل من رآه هابه، فكان في المجلس شيوخ، وكان في المجلس طلبة علم متحمسين للأخذ عن مالك. وكان الإمام الشافعي صغير يكتب على يده، يضع إصبعه في فمه ويكتب على يده، فاستغاض منه مالك بعد الدرس وقال له: تعالى يا فتى. فلما جاء الإمام الشافعي قال له: أين قلمك وأين كتابك؟ قال: هذا كتابي وهذا قلمي، وأشار إلى أصبعه ويده، فقال: أتهزأ بي؟ قال: إن شئت حدثتك، أي الشافعي قال لمالك: إن شئت حدثتك بأول حديث إلى آخر حديث سمعته. قال: فحدثني. فحدثه، فاستغرب الإمام مالك استغرابا عجيبا، لأن الإمام الشافعي كان يحفظ كثيرا من السماع الأول ومن النظرة الأولى. فقال له: لولا صغر سنك لجعلتك مفتيا بين الناس أو قاضيا بين الناس. كذلك من الأهل العلم الذين تتلمذ على مالك ابن القاسم. وهنالك حادثة حدثت للإمام سحنون، وهو أصيل مدينة القيروان، لما كان متشوقا، نعم، لما كان متشوقا للذهاب إلى مالك وللأخذ عنه، قال: لئن طال بي زمان لأذهبن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ العلم عن مالك وأصحابه. فجمع مالا وذهب إلى ليبيا ثم إلى مصر، وكلما نفد عنه المال إلا وعمل واشتغل، ثم أخذ مالا ثم وصل به إلى المدينة، فقال: سأحج حجة أو أعتمر ثم ألتقي بمالك وآخذ عنه الموطأ والعلم.
فلما وصل إلى المدينة التقى بمالك فقال له مالك: بأي نية أتيت؟ أبنية الحج أم بنية طلب العلم؟ قال: بنية الحج. قال: فحج هذا العام ثم ارجع العام القابل بنية طلب العلم. فعاد وقال له قبل العودة، قال له: لقد أتيتك من إفريقية وأتيتك ب36 سؤال. فقال له: هات الأسئلة. فلما سأله أجاب عن 6 وقال للبقية: لا أعلم. فقال له: لا يا إمام، ماذا سأقول لإفريقية؟ قال: سلم عليهم وقل لهم أن الإمام مالك يسلم عليكم، وقل لهم أن الإمام مالك قال لكم: لا أعلم. انظروا إلى هيبة العلماء. قال: من قال لا أعلم علمه الله علم ما لا يعلم. ثم بعد ذلك أنه عاد في العام الثاني وتكبد عناء السفر، ولما وصل إلى المدينة رأى جنازة قد خرجت. جنازة من هذه؟ قالوا: جنازة مالك. قال: قبح الله الفقر، لولا الفقر لأدركت مالكا. وأخذ العلم عن تلميذه الذي ذكرته آنفا، وهو ابن القاسم. ابن القاسم. فكان عندما يسرد عنه الحديث أو يسرد عنه الفتوى يقول سحنون لابن القاسم: أقسم بالله أنك سمعت هذا من مالك. فيقسم ابن القاسم: قل والله الذي لا إله إلا هو أني سمعت هذا الحديث من مالك، ويسرد عليه الحديث. وذاك يكتب. فلما فرغت المحبرة من الحبر استأذن سحنون ابن القاسم للذهاب لملء الحبر، فقال له: إلى أين؟ قال: لأملأ الحبر. فقال له: تعال. فوضع إصبعه في المحبرة فعادت كما كانت، وهذه من بركة أهل العلم. فقال له بعد هذه الحادثة: لا تحلف لي أبدا، فأنت صادق. وأخذ كل العلم عن ابن القاسم. لذلك قال أهل العلم: إن لم تجد فتوى في المذهب من قول الإمام فإن القول ما قاله ابن القاسم. ثم تفرع عنهم أئمة أعلام هم الذين أوصلوا العلم إلى هذه البلاد. باهي ابن القاسم الإمام الشافعي. أي والإمام صاحب الخدام ابن القاسم. أي نعم صحيح. فكل هؤلاء العلماء تتلمذ عليهم علماء آخرين هم الذين أوصلوا إلينا هذا العلم. ويبرز في السلسلة التاريخية أن إماما قيروانيا آخر يسمى بمالك الصغير، وهو ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وهو الذي جمع ما تفرق عند غيره. ثم ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وهو يعتبر عمدة كذلك في المذهب. فعلى طالب العلم بعد أن يتم دراسته لمتن ابن عاشر يذهب فيدرس رسالة القيروان، ثم بعد ذلك يذهب لدراسة شرح مختصر خليل الذي عليه الفتوى في المذهب. ثم بعد هذا الزمان أتى شيخ عرف بالورع والتقى والزهد والعلم، وهو علامة عصره، وكان متفننا في جميع العلوم، ولديه شرح مخطوط على خليل، على مختصر خليل، وهو العلامة ابن عاشر الفاسي الأندلسي، وهذا الذي سنتحدث عنه بإذن الله ونأخذ سيرته وكتبه ومصنفاته وتلاميذه حتى يطمئن الإنسان إلى هذه المنظومة. قال العلماء: هو الإمام العالم الجليل والحبر الفاضل النبيل سيدي أبو محمد وقيل أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا. الأنصاري نسبا أي نسبه يرجع إلى الأنصار،
اي نعم. والاندلسي اصلا تعرفون اين الاندلس؟ في اسبانيا. اسبانيا محتل. ايوه. الفاسي منشا ودارا. الفاس اين تكون مدينه؟ المغرب. فاس المغرب. الفقيه الاصولي النظار. فقيه متفقه على مذهب مالك، اصولي. اذا كان قلنا اصولي هناك اصلين، اصول الدين واصول الفقه. اصول الدين ونعني به العقيده الايمان، واصول الفقه وهو الاليات التي يتخذها الانسان كي يغوص في الفقه. فلذلك اكد العلماء على دراسه اصول الفقه، وكثير من برع في هذا الفن وهم الشافعيه، اولهم الامام الشافعي، ثم قعد القواعد الامام امام الحرمين الجويني، ثم من بعده الامام الغزالي الى يومنا هذا. طيب، قال الاصولي، فهمنا ما معنى كلمه اصولي. النظار، النظار ما معنى النظار؟ لا، وهو الذي ينظر في دقائق المسائل، في دقائق المسائل التي لا يتفطن إليها كثير من أهل العلم. ولد سنة 990 من الهجرة، وتوفي سنة 1040 للهجرة. كم عاش؟ 50 سنة. 50 سنة. انظر ماذا ترك. حياته العلمية، قال عنه تلميذه، من تلميذه؟ ميار، أحمد ميار رحمه الله. كان عالما عاملا ورعا عابدا متفننا في علوم شتى. قرأ القرآن على الإمام الشهير الأستاذ المحقق أبي العباس أحمد بن الفقيه الأستاذ سيدي عثمان اللمطي وعلى غيره. لذلك تنظرون أن أهل العلم أول مرحلة في دراسة العلوم ما هي؟ حفظ القرآن، حفظ القرآن، ثم من بعده يتطرق إلى علوم أخرى، علوم الآلة التي ستسهل عليه الطريق لفهم الكتاب والسنة. فغاية الإنسان ما هي؟ هي أن يفهم مراد الله سبحانه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ثم يطبق ذلك عمليا في حياته، وإلا فما منفعة العلم إذا لم ينتفع بها صاحبها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أسأل الله أن نكون من عباده الصالحين. قال وأخذ قراءات الأئمة السبعة عن الأستاذ المحقق أبي العباس أحمد الكفيف. يعني بعد أخذه للقرآن ماذا أخذ؟ قراءات السبعة. ثم قال ثم عن العالم الشهير مفتي فاس وخطيب حضرتها أبي عبد الله محمد الشريف المري التلمساني وغيرهما، ولا شك أنه فاق بعض أشياخه في التفنن في التوجيهات والتعليلات رحم الله الجميع. يعني تفنن وتبحر كذلك في علوم القراءات والتوجيهات. وأخذ النحو وغيره من العلوم عن جماعة من الأئمة كالإمام العالم مفتي فاس وخطيب حضرتها أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار القيسي. بعد أن أخذ القرآن والقراءات ماذا أخذ؟ أخذ علم، علم النحو، علم النحو. فلذلك من أهم العلوم وأجلها هو علم النحو. فلذلك على طالب العلم أن يعتني به كذلك. وكالإمام النحوي الأستاذ أبي الفضل قاسم بن أبي العافية الشهير بابن القاضي وغيرهم. وأخذ الحديث عن بعض من تقدم من الشيوخ ممن ذكرهم في ترجمة شيخه كالقصار وابن عزيز وابن القاضي وعن غيرهم من المشارقة لما حج. يعني أخذ كذلك علوم ماذا؟ علوم الحديث. علوم الحديث. طيب،
قال: وقرأ موطأ الإمام مالك بن أنس على الفقيه المسن سيدي أبي عبد الله محمد الجنان، وشمائل الترمذي على شيخنا الإمام العالم المحدث سيدي أبي الحسن علي البيطيوي رحمه الله ورحم الله الجميع. وكلام الناظم رحمه الله ذا معرفة بالقراءات وتوجيهها بالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط، كان إماماً كذلك في الرسم والضبط، يعني في رسم القرآن، وفي علم الكلام وعلم الأصول وغيرها من العلوم، وكان ذا عبادة وزهد، دل ذلك على أنه كان عالماً موسوعياً، جمع فأوعى، حج واعتكف وجاهد، وكان يقوم من الليل ما شاء الله. انظروا إلى هذا العالم، وكان يقوم من الليل ما شاء الله، أي هذا هو عبد الواحد بن عاشر، هذا هو الإمام العالم الذي سنتحدث عنه والذي سندرس منظومته. واعلم أن هذه المنظومات يكتبها الإمام بقلمين، قلم العلم وقلم الورع والتقى، ولذلك بارك الله له فيها حتى وصلت إلى أيامنا هذه. فكم من كتب قد ضاعت، وكم من أقلام قد كتبت، ولكن أين هي اليوم؟ فلذلك على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال والأقوال. مؤلفاته له تصانيف، منها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، هذه هي المنظومة التي سنشرحها، اسمها المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. ما هو الضروري من علوم الدين؟ الخمس الأركان. بني الإسلام على خمسة، من حديث جبريل، من حديث جبريل، وهو الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب كما في الصحيحين، أي على الضروري من علوم الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان في رواية، وصوم رمضان وحج البيت. طيب، هذه الخمسة هي التي ذكرها الإمام ابن عاشر، فبدأ بالشهادة وهي أم العقائد، فبدأ القسم الأول بالعقيدة، وعقيدته في ذلك عقيدة الإمام الأشعري التي تبناها غالب أهل العلم وغالب الناس. ثم بعد ذلك قدم بمقدمة صغيرة في أصول الفقه، ثم دخل في الفقه فتحدث عن الطهارة والصلاة، وتحدث عن الزكاة والصيام والحج، ثم ختم منظومته بأبيات التصوف وهي تزكية النفس. لماذا فعل هذا التقسيم؟ اقتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، واضح منوها أن العقيدة تقوم مقام الإيمان، وأن الإسلام يقوم مقامه الفقه، وأن الإحسان يقوم مقامه التصوف أو تزكية النفس إلى غير ذلك. طيب، قال: هذه المنظومة هي منظومة عديمة المثال، وهي من أبرك المنظومات الفقهية في مغربنا الإسلامي، إذ يتنافس في حفظها الصغار والكبار. وهذه ننصح بها طالب العلم أنه يحفظ ما نشرحه في كل حصة، نحفظ بيتين أو ثلاثة في كل حصة نشرحها، وهذه هي منهجية أهل العلم قديماً وحديثاً. فبدون حفظ لا يتمكن الإنسان من استحضار المسائل، لأنه قد ينسى، ولكن بحفظه للمنظومات يسهل الله سبحانه وتعالى عليه جمع المسائل. قال فيها ميار: منظومة عديمة المثال في الاختصار وكثرة الفوائد والتحقيق، وموافقة المشهور، ومحاذات مختصر الشيخ خليل، والجمع بين أصول الدين وفروعه. وقال فيها الحجوي المالكي:
يحفظها ولدان المغرب، وقال فيها الفقيه الأجل الأديب النحوي اللغوي سيدي أبو عبد الله محمد بن أحمد العياشي رحمه الله تعالى: عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدين للمولى الكريم تدين، بحفظ نظم كالجمان فصوله، وما هو إلا مرشد ومعين، كأن المعاني تحت ألفاظه وقد بدت سلسبيلا بالرياض معين. وكيف وقد أبداه فكر ابن عاشر إمام الهدى للمشكلات يبين، تضلع من كل العلوم فما له شبيه ولا في المبهمات قرين، وأبرز ربات الحجال بفهمه، فها هي أبكار لديه وعون، وأعمل فكرا سالما في جميعها، فذل له صعب ولان له حرون، وأنهى إلى قطب الوجود تحية علينا بها كل الأمور تهون. هذا ما ذكر في نظم ابن عاشر، فهي منظومة عديمة المثال، فعلى طالب العلم أن يحفظها وأن يجتهد في حفظها كي تجتمع لديه مسائل العلوم. وهذه خاصة لمن تصدر للإمامة أو الخطابة أو المؤذن أو القائم بشؤون البيت، لأن هذه سيجد فيها كل المسائل التي يتطرق إليها أو جلها التي يتطرق إليها العامة والخاصة. لأن العجيب أن كثيراً من الأئمة لا يعرفون كيف يصحح صلاته ويرقعها، أو ما هي مبطلات الوضوء، أو ما هي نواقضه، ما هي مستحباته، لا غير ذلك. فكان لزاماً على طالب العلم أن يجتهد في حفظها. تلاميذه، لقد تخرج على يديه تلاميذ كثر، هذا ابن عاشر تخرج عليه تلاميذ كثر، منهم العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة، وهذا هو أول من شرح هذه المنظومة، وهي أفضل شرحها شرحين، شرح مطول ومعمق، ثم لما استصعبه طلبة العلم اختصره وهذبه وجعله صغيرا، فسمي الشرح الأول بالشرح الكبير، وسمي الثاني بالشرح الصغير، والذي سنتناوله بالدرس هو الكتاب الثاني، وهو الشرح الصغير. ثم كذلك منهم الشيخ عبد القادر الفاسي وأبو العباس أحمد بن علي السوسي وآخرون، هؤلاء تلاميذ ابن عاشر رحمه الله. أهمية نظم ابن عاشر واعتناء العلماء به، لقد كان لهذا النظم المبارك اهتمام كبير من قبل علماء المغرب الإسلامي خاصة، فأفردوه بالشروح والطرق، وصلت شروحه إلى 10 أو أكثر من ذلك، كل يشرح هذه المنظومة لأن فيها مسائل عديمة المثال، وقد جمع ما تفرق عند غيره، وكيف لا وكان متفننا في هذا المذهب، وله قلنا شرح مخطوط على مختصر خليل. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يسهل لنا وييسر لنا شرح هذه المنظومة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن رأينا من هو ابن عاشر، وما هو موطنه، وما هو قول أهل العلم فيه، وماذا ترك للناس من بعده. فرأينا أن هذا الإمام قد أخلص في عمله وكتب هذه المنظومة بقلمين، قلم العلم وقلم الورع والتقى، فالله سبحانه وتعالى بارك لهذه المنظومة حتى وجدناها وصلت إلينا في هذا العصر. كذلك وجب على طالب العلم أن يخلص النية لله، وأن يطهر قلبه من الرياء ومن النفاق، لأنه لا يطلب العلم لأجل الدنيا، وإنما ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ماذا قال ميارة في مقدمة شرحه؟ قال: الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإيمان والإسلام شرعة ومنهاجا، وهو أفضل منهاج وأفضل شرعة
شرعها الله سبحانه وتعالى للناس، وهو الإسلام والإيمان اللذان لا يقدران بثمن. أفضل نعم يمنها الله سبحانه وتعالى على العبد أن جعله مسلماً وجعله مؤمناً، وغيره يعبد الأوثان ويعبد البقر ويعبد القردة ويعبد الفئران. فالله سبحانه وتعالى من علينا أن جعلنا من أمة إسلامية موحدة مؤمنة بالله وبرسوله، معين من أراد به خيراً على فهم قواعدهما. على من ترجع قواعدهما؟ على لا، قال من الإيمان والإسلام شرعة ومنهاجة، على الإيمان والإسلام، وحفظ فروعهما حتى امتزجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا، فانتفعوا بمعرفة ضروري علم دينهم. ما هو العلم الضروري الذي كنا نتحدث عنه؟ الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. طيب، ونفعوا به من الخلق أفرادا وأزواجا، نحمده ونشكره على نعمه التي لا نحصيها، وكيف يحصي البحر سباحا والقطر ثجاجا، ونستعينه ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا واعوجاجا. ومن منا لم يرتكب إثما أو ذنوبا؟ فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان ألا يصر على ذنوبه وعلى معاصيه. فقال أهل العلم: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، ولا صغيرة مع إصرار، ولا تستهن بالذنوب الصغار، وإنما انظر إلى عظم من تعصيه. ونستعينه ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا واعوجاجا، ونؤمن به ونتوكل عليه افتقارا إليه واحتياجا، ونبرأ من الحول والقوة إليه براءة نجد لها سرورا وابتهاجا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا التي صيرت حلونا مرا وعذبنا أجاجا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لداء ضلاله علاجا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والضلوع امتزاجا. يعني أن الإنسان لا يذكر الشهادة باللسان فقط، لا، أين عمل القلب وأين عمل الجوارح، فتكون مطبقا لشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والضلوع امتزاجا، وتكون لكل خير سلما ومعراجا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله في ظلمات الشرك سراجا، وأمره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله أفواجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا دينهم وأذاعوه فصار سراجا وهاجا، صلاة وسلاما نستمطر بهما العفو ونستنتج الغفران استنتاجا. وبعد، وهذه بعد تسمى فصل الخطاب. كلمة بعد هي فصل الخطاب، بعد أن يأتي بالدباجة ويأتي بالمقدمة والثناء على رسول الله، على الله سبحانه وتعالى، والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة أهل العلم، كلهم كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اقتداء بمن؟ اقتداء بالكتاب والسنة، اقتداء بكتاب الله وهو القرآن. قالوا: وبعد، هذه المفردة هي فصل الخطاب. وقالوا أن أول من ابتدأ بها هو سيدنا داود عليه السلام، كما في سورة صاد: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: وبعد، فيقول أفقر العبد إلى مولاه وأحوجهم إلى فضله ونعماه الغني به عمن سواه
عبيد الله تعالى وأقل العبيد، يصغر من نفسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، طالبا مولاه توفيق بمنه وتسديد محمد بن أحمد بن محمد الفاسي أصلا ودارا ومنشأ الشهير بميارة، سدد الله رأيه وأنظاره، وستر عيوبه وغفر أوزاره. قال: قد كنت قبل بمدة وضعت على النظم المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين تأليف شيخنا الإمام العالم العلامة الحاج الأبر أبي محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر اللندلسي ثم الفاسي رحمه الله، ونفع به شرحاً يحل ألفاظه ويظهر معانيه ويقرب قاصيه ويبسط دانيه ويستدرك ما تتأكد معرفته من الضوابط والقواعد وما لا بد منه من النظائر والفروع العربية والفوائد، سميته بالدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. ما معنى الدر الثمين؟ الدر أي من الياقوت. وما معنى المورد المعين؟ المورد وهو المكان الذي يرد فيه الناس الماء، معين يعني ماء عذب. فلما أكملته وأخرجته من مبيضته، وهذه عادة أهل العلم أنهم يكتبون في المسودة ثم بعد ذلك يبيضونه وينقحونه ثم يخرجونه للناس، قال: وجدته لطوله غير مناسب لمشروحه ولا جار على طريقته. ومن نظر حقيقة في كتاب الكبير الشرح الكبير وجده قد توسع في مسائل كثيرة تصعب على طالب العلم المبتدئ. قال: وجدته لطوله غير مناسب لمشروحه ولا جار على طريقته، فهممت باختصاره واختطاف أنواره كي يناسب المشروح، أي كي يناسب المشروح وتغتبطه من كل قارئ لأصله النفس والروح. فلم تزل مؤن الدهر عنه تصرفني والأمل الغار يسوقني، حتى من ذو العظمة والجلال الكريم المتفضل المتعال بزيارة الولي الصالح العالم العامل السائح قطب الزمان وكهف الأمان المجاهد في سبيل رب العالمين المرابط في الثغور مدة عمره لحياطة المسلمين ذو الكرامات العديدة والفتوحات العظيمة الحميدة من لا شبيه له في عصرنا وما قرب منه ولا نظير، ولا معين له على نصرة الإسلام ولا نصير، ولا معين له على نصرة الإسلام ولا نصير إلا الله الذي تفضل به علينا وأقر بمنه وجوده بين أظهرنا، فهو كما قيل: حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. البركة القدوة المجاب الدعوة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد العياشي، أبقى الله بركته وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين أمنيته وأطال للمسلمين عمره وقواه وجعله الجنة نزله ومأواه مع جماعة من الأعيان السادات من الشرفاء والفقهاء القادات، وذلك أواسط الحجة الحرام متم 47,000، وهو رزقنا الله رضاه بثغر السلا أمنها الله من كل مكروه وبلاء، فاجتمعت إذ ذاك بنجله السعيد الموفق الرشيد العالم الهمام حجة الله في الإسلام. ما معنى النجل؟ ابنه. أحسنت. قال: ذي العقل الراجح والهدي الواضح عهود من الآباء توارثتها الأبناء المتواضع الخاشع صاحب القلم البارع سيدي وسندي أبي محمد سيدي عبد الله
سلمه الله من كل مكروه ووقاه، فحظني حفظه الله على اختصار الشرح المذكور بعد أن طالع جله وسر به كل السرور، وحث علي في تقديم ذلك على جميع الأمور. هنا ماذا نصعه هذا العالم الرباني باختصار شرح الكبير؟ طيب، قال: فلما قفلت من وجهتي شرعت في ذلك تاركا للتسويف. ما معنى التسويف؟ أن يقول سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل، طالبا من المولى سبحانه السلامة من الخطأ والتحريف، مقتصرا فيه على حل الألفاظ وبيان المعنى، محيلا على الشرح المذكور فيما يطول ذكره مما له تعلق بذلك المبنى، والله أسأل به وبأصله النفع العميم، ويجعله خالصا لوجهه الكريم ومن الأعمال التي لا تنقطع بالموت. لماذا قال من الأعمال التي لا تنقطع بالموت؟ لأن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها علم بثه في صدور الرجال، واضح، تتمة الحديث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ثم قال: ومن الأعمال التي لا تنقطع بالموت ولا تعقب صاحبها حسرة الفوت، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أول شيء في المقدمة قال ابن عاشر يعرف بنفسه ويعرف بتقسيمه لهذه المنظومة. قال: يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، عرف بنفسه. لماذا؟ لأنك إذا أخذت كتابا ليس فيه اسم المؤلف قد تقرأه مدة ثم تتركه، لأنك لن تطمئن لكاتبه، واضح. وهذه عادة العلماء، فقال: فكانوا يصدرون أسماءهم ويذكرون مذاهبهم كي لا يقدح فيهم، وكانوا يذكرون في آخر المنظومة عددها كما فعله كي لا يزاد عنها أو ينقص، بتلاعب الزمان أو بتلاعب المخطوطات أو بزيادة الشارحين ونقصانها، كما مما عمت به البلوى في هذا الزمان. فلذلك كتب وسمى نفسه، ثم ذكر هذه المنظومة وتقسيمها، ثم في آخر المنظومة قال عددها كم؟ 314 عد الرسل، 314، واضح؟ باش يبين. ثم بعدها أربع أبيات يعني للخاتمة. قال: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا العلوم، ثم هل كلفنا بكل العلوم أم ببعضها؟ ببعضها. لم يكلفك الله سبحانه وتعالى بكل علم، لا، وإنما كلفك بعلم التوحيد وعلم الصلاة والصيام والزكاة وفروع الفقه، فهذه هي التكليفات. ثم قال: صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. فهذه عادة أهل العلم بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: وآله وصحبه والمقتدي. والآل إما أهله صلى الله عليه وسلم المقربين إليه من بني هاشم، أو آله وهم المتبعون إليه مدى الأزمان. قال: وصحبه، والصحابي وكل رجل أو امرأة التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، التقى ولم نقل رأى، فخرج به الأعمى، لأن الأعمى يدخل أو يخرج، يدخل كعبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يراه بعينيه، فدخل في جملة الصحابة. ثم آمن به ومات على ذلك،
آمن به ومات على ذلك. ثم إنهم اختلفوا في من؟ اختلفوا في من دخل المدينة مسلماً ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو قد انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى، هل هذا صحابي أم لا؟ وقع فيه خلاف. طيب، واختلفوا كذلك في من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخللته ردة أي كفر ثم رجع إلى الإسلام، هل بقيت له شرف الصحبة أم انتزعت منه؟ كذلك هذا فيه خلاف بين أهل العلم. واضح؟ قال والمقتدي أي الذي يقتدي سبل النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه. وبعد قلنا هذه الكلمة فصل الخطاب فصل بها المقدمة على جوهر الموضوع، فالعون من الله المجيد، تستعين في كل شيء في أمورك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. في نظم أبيات للأمي تفيد، الأمي ظاهرها هو الذي لم يتعلم لا القراءة ولا الكتابة، أو أمي بمعنى ينتمي إلى الأمة الأمية وهي أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم.